السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قررت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية في موريتانيا تأجيل افتتاح النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة الذي كانت نسخته هذا العام مقررة في مدينة ودانا التاريخية. وحسب بيان موقع باسم وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هند منتعينين، فإن قرار تأجيل النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة جاء بطلب من منتخبي مدينة ودان، وذلك لتزامنه مع وفاة نجل الرئيس الموريتاني في حادث سير أول أمس بالقرب من مقاطعة طنطان. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن القوات الفرنسية في مالي نفذت عملية ضد تنظيم المرابطون المتشدد، والذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن الهجوم على فندق راديسيون بلو وسط العاصمة المالية باماكو شهر نوفمبر الماضي. وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها إن عملية الاقتتال استمرت 4 ساعات وصودرت خلالها بعض الأسلحة والمتفجرات. اختتم التجمع الثقافي الإسلامي النسخة 28 من مؤتمره السنوي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خرج البيان الختامي للمؤتمر المنظم هذا العام حول موضوع الاهتمام بالقرآن الكريم ودوره في معالجة القضايا الكبرى للأمة، خرج بجملة من التوصيات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله.